السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ قناة ماما وزياد التعليمية. النهاردة ان شاء الله هنشرح درس جديد وهو الشدة. ايه هي الشدة وايه هي اشكال الشدة؟ والشدة لما بنيجي نحللها المقاطع الصوتية اللي ناس كتيرة بتتلخبط بيها ومش بيعرفوا يحللوها، كل ده هناخده النهاردة ان شاء الله. اتفرجوا معايا على الفيديو الاخر، متنسوش تشتركوا على في القناة وتفعلوا علامة الجرس عشان اي فيديو جديد ان شاء الله يوصل لكم على طول، ولايك بقى انت على الفيديو. اول حاجه هناخدها مع بعض الشده. شكل الشده ده شكلها بتبقى عامله زي الدبليو كده صغيره، او سين، الثلاث سنات بتاعت السين دي شكلها. ايه الشده؟ يعني ايه شده؟ الشده دي هو حرف مكرر او مضاعف. يعني ايه مكرر؟ يعني اهي الشده هي حرف مكرر او مضاعف، بمعنى ايه؟ ان احنا بننطقه مرتين، يعني هو حرف واحد بس بيتنطق مرتين. اول مره بننطقه ساكن، اول مره بننطق الحرف ساكن، وتاني مره بننطقه متحرك. متحرك يعني ايه؟ يعني عليه فتحه او كسره او ضمه. تاني، الشده هي حرف مكرر او مضاعف بننطقه مرتين، بمعنى ان احنا بننطق الحرف مرتين، هو حرف واحد بيتنطق مرتين. اول مره بننطقه ساكن، وتاني مره بننطقه متحرك. متحرك يعني عليه فتحه او كسره او ضمه. اهي شدة اهي، اول مرة بيبقى عليه سكون، تاني مرة بيبقى عليه فتحة او كسرة او ضمة. فتحة او كسرة او ضمة. طب تعالوا نشوف مع بعض كده. اول حاجة هناخدها اشكال الشدة. الشدة ليها كذا شكل. بتيجي الشدة مع الفتحة بتبقى شكلها كده، بتبقى حرف شكل الشدة اللي هو الدبليو صغيرة او السين، والفتحة بتبقى عليها من فوق. او الشدة مع الكسرة بيبقى الكسرة تحت الشدة على طول، تحتها مش تحت الكلمة، تحت الشدة، تحت العلامة تبقى كسرة. والشدة مع الضمة تبقى عليها ضمة من فوق. شدة مع فتحة، وشدة مع الكسرة، وشدة مع الضمة. لما بتيجي الشدة مع الفتحة اي بيبقى شكلها كده، بتتنطق مرتين، اول مرة ساكن والتاني متحرك. طب الشدة لما بتيجي مع الكسرة بتتنطق مرتين، اول مره ساكن والتاني متحرك، اهي بنفكها الاتنين، متحرك عليه كسره. طب لما بتيجي مع الضمه بتتفك مرتين، بتتنطق مرتين او بتتفك مرتين، اول مره ساكن والتاني بيبقى عليه ضمه. الشده مش بتيجي في اول الكلمه نهائي، بتيجي في اخر الكلمه وفي نص الكلمه، ما بتجيش في الاول نهائي. طب تعالوا نشوف كده لما نيجي ننطق الشده مع بعض بتتنطق ازاي. تعالوا نشوف كده لما نيجي ننطق الشده ننطقها ازاي. اول حرف ده اسمه ايه؟ را. را را ايه ده؟ ايه ده؟ ده في علامه شده. اول ما نلاقي شده نقوم ننطق الحرف على طول ساكن، رد رد رد، عليها ايه بعد كده؟ الحرف المتحرك ايه؟ فتحه. رد د رد د، انا وقفت على الشده كانها حرف ساكن، رد. بعد كده ايه؟ نشوف الحرف المتحرك ايه؟ فتحه، يبقى رد د. طب دي ح ح، حج ج حج ج. طب تعالى نشوف دي ب ب، بس ث بس ث، نطقناها مرتين، اول مره نقف عليها وتاني مره نشوف الحركه اللي موجوده فوقيها ايه، فتحه او كسره او ضمه. طب لو ثلاث كلمات ثلاث حروف، جا جم جم ما ع جم ما ع جم ما، بص ما جم ما، نطقناها مرتين، جم ما جم ما ع. طب بصوا بقى دي هي دي الشده. انا جبت لكم الكلمه كده عشان ساعات بتيجي الكلمه كده ويقول لك انت جمعها حولها لشده. بص هي الكلمه متقطعه، كتب التاء مرتين، فت فت تاحة. احنا عملنا الشدة اهي، قسمناها لحرفين. طب لما نيجي نجمعها عشان في تدريب بيقولك كده، نيجي نعمل الفت، انا بكتب بس ايه اهي فت، احنا هنجمع دي ساكن وفتحة، يبقى شدة مع الفتحة، فت تاحة. تمام، برضو دي زيها اهي، حولها الجملة بالشدة. وقع وقع
قاعي. طب بص هنا الشرطة جاية تحت الشدة تبقى ايه؟ كسرة. بش شيرا، بش شيرا. نز زيلاي، نز زيلاي. زوي يناي، زوي يناي. طب دي يا 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 ايه؟ يا الشدة مش جاية هنا في الأول، جاية في الآخر. يا صب بو، يا صب بو، يا صب بو. طب احنا لو عايزين نحلل الكلمات فيها شدة تبقى دي مشكلة كبيرة قوي، الناس كتير مش بيعرفوا يحللوا الكلمات بالشدة. تعالوا نشوف مع بعض. احنا كنا قلناها قبل كده في فيديو تحليل الكلمات بالتفصيل، لو عايزين تشوفوها تلاقوها موجودة على القناة، وهنقولها تاني للناس اللي مشافوش الفيديو قبل كده. تحليل الكلمات مع الشدة، لما يكون قلنا حرف المشدد بيتفك الحرفين مرة ساكن ومرة متحرك، أول ما نلاقي حرف فيه شدة نقوم كاتبينه مرتين على طول، نكتبه الأول مرتين وبعد كده نحط على الأولاني سكون ونشوف التاني الحركة اللي فوقيه ايه؟ فتحة. أهي الجيم عملناها أول مرة ساكن، طب ايه ده؟ دي عليها ايه؟ كسرة، ممكن تيجي كده ممكن تيجي كده، حطينا الكسرة. الميم عليها ضمة، حطينا عليها سكون وضمة. طب لما نيجي نشوف تحليل الكلمات، تحليل الكلمات زي كده، الكلمة دي اسمها ايه مثلا؟ ود د، ود د، كتبنا الواو لوحدها طبعا لقينا شدة، الشدة الأول بيجي سكون والتاني متحرك، الأول سكون فكناها اتنين، الأول جه ساكن والتاني متحرك، وطبعا احنا متفقين ان الحرف الساكن بيخاف يقف لوحده فبياخد الحرف اللي قبله معاه، فالحرف الساكن جه مع اللي قبله والتاني جه لوحده فتحة. طب دي رج جي، رج جاتي، رج جاتي، حطينا الراء بعد كده لقينا شدة، الجي حطيناها مرتين، جبنا الجيم مرتين، أول واحدة سكون والتانية عليها فتحة، وطبعا الساكن ما برضاش يقف لوحده، وقف مع اللي قبله، والتاء لوحدها. طب تعالى نشوف كلمة مش عاملينها، تعالى نحلها مع بعض. الأخيرة دي عشان دول كنت عاملاها قبل كده. أول حاجة نكتبها الصاد، استنى دي مش معدولة، الصاد. بعد كده ورا الصاد فيه ايه؟ من كده ورا الصاد فيه ايه؟ في شدة، يبقى نكتب الدال عليها شدة، يبقى نكتب الدال مرتين، أول مرة عليها سكون وتاني مرة عليها فتحة. في حاجة تاني وراها؟ لا، قاف، قاف لوحدها، يبقى نحط القاف لوحدها. لو كان مثلا ورا القاف دي مثلا مد، لو القاف دي مد كنا هناخدها وراهم، كنا هناخدها مع الفتحة، كنا هنحطها هنا معاهم، تبقى عشان قلنا المد بيجي مع الحرف اللي قبله، مد مع الممدود بس. وكده نكون خلصنا درس الشدة بطريقة مبسطة ولذيذة، متهيألي محدش هيتلخبط فيه تاني. برضو في الإملة لما نيجي نملي بنمليش الطفل الكلمة مرة واحدة، بنملي الطفل حرف حرف عشان ما يتلخبطش. لما اجي اقول له مثلا كلمة مكة، ما اقولوش ايه اكتب مكة، لا اقول له مكة عشان يعرف ينطق، يعرف ان ده فيه شدة في النص. بس كده انا كده خلصت الفيديو وموضوع الشدة بطريقة لذيذة ومبسطة، يا رب يكونوا عجبكم، ومتنسوش تشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.